اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم ميكرو رمضان، ومن بعد التياء مجموعه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المشاهد اللي تم بثها في رمضان الكريم، خاصه في الاعمال الدراميه التركيه وبعض الاعمال المغربيه. اليوم خلينا نتكلموا على المغاربه، شنو رايهم في هذه المشاهد وكيفاش كيتعاملوا معها اثناء بثها؟ بغيت تعرف كيفاش تفاعلوا معنا لنتابع. دابا خويا سميتو هذاك قلت لي هاد الافلام تاع رمضان ما جاوش هما هذوك، علاش؟ كتكون بارك توليداتك كيكونوا عاوتاني شي لو جيست فيهم غير مقابلين للنظر، فهمتي؟ كنوض كاع انا كاع ما سميتو محدا ولادي، ما تنبقاش بارك حيت ولا بدا لي مع الدو حشمار مع الدو حياه، وكتبارك مع الدوريه تاعك راه ما جاتش. مشاهد سميتو غير ملائمه اللي سميتو النظر، كتسميتو كتسرع سميتو باش تنوض. حال كاع رمضان هذا ما جاش عاوتاني يديروا لك افلام حشومه، خصهم يديروا شي افلام اللي طيبين، شي افلام اللي نكونوا فيهم متحمسين ويكونوا سميتو عائليين. علاش كتبارك مع وليداتك وكتبارك مع سميتو مع العائله تاعك؟ هذو اخويا انا بدا اصلا ما تنتفرجش في هذه المسلسلات ديال المغاربه. رمضان راك عارف كيكون حساس واحد شويه، سمعني شويه واخا ما عرفتش انا شنو واقع معاه. ايه بحال هذوك المسلسلات اللي كيدير داك حسن الفت، داكشي هذوك مزيانه، ما بحال مسلسلات ولكن دوك التركيين تاهما كيديرهم في رمضان ما موفيز افير. صراحه هادشي البرامج ديال رمضان الافلام ماشي هي هادي، ما غادا تربيش الاولاد الصغار بعدا، وغادا يكون فيها بزاف ديال كاين فيها بعد الافلام اللي هي ما تقدرش تشوفها مع اولادك مثلا، اكيد اللي ما تقدرش تشوفهم مثلا العائله ولا الدراري صغار، وداكشي هذاكشي تيخلف الدين ديالنا، حنا التقاليد ديالنا والدين ديالنا اسلامي، ماشي خص يكون هاد الافلام اللي هما يعني يكونوا افلام دينيه، افلام اجتماعيه وواقعيه، قصص واقعيه وداكشي، ماشي غير ديروا وخسر الفلوس ولوح. كاين بزاف ديال المسائل ما خصهاش تكون في بيت النعاس، مازال القبولات بزاف ديال الحوايج ما خصهاش تكون في هذا الشيء تعرض على العائله وداك، لان هذا الجيل ديال دابا بعدا خاصو التربيه من البيت وخاصو المدرسه. افلام التركيه كون يخسروا داك الشيء الفلوس غير على الافلام يديروها ديال المغاربه كون داروا احسن داك الشيء ديال التركي. واش نقول لك ما انا بلي انا موافق هاد النهار ديال الافلام، انا ما كنتفرجش فيهم اصلا وما بغيتش الاهل ديالي كاع يتفرجوا فيها اصلا، لان ما كيستافدوا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما كاينه والو، انا كيبان لي افلام غير زائده وصافي. بطبيعه الحال حنا كمسلمين ما كتعجب ما كترتاحش الافلام، يعني ما كترتاحش لهم، ما نكذبش عليك، بعض الافلام ما كترتاحش الحمد لله، ولا كتفرح ملي كتكون شي حاجه اللي حاجه مهمه مثلا في الدين في الاسلام، في شحال كتعلق عندها معلقه بشي حديث، ماشي حاجه باللي ما قميت دير شي حاجه في التلفزه ما نكذبش عليك. شكرا على السؤال اللي طرحتيني عليه على مناسبه شهر رمضان الكريم. المشكل هو كيريحوا قدام العائلات، وشهر رمضان جميع الامه الاسلاميه ملي كيبدا الفطور ملي كتحط الميده ورا الصاله كتفرج، اش غادي نتفرج؟ مازال ديال الانتاج المغربي مازال، اولا اش غادي تفرج؟ سوق ديال الملابس، لا ديكور ولا ملابس ولا تصوير ولا النطق، ملي كتكون طريح تسمع ذاك النطق ديال الكلام خاوي وراه كثر، قلت لك مازال الا قريعه كتشوف هذه الحوايج وبيت الناس وسوق ديال ضرب خلف الملابس، حتى السؤال اللي كتريح باش تفرج شي كلمه زوينه ما كايناش، وزيدون هنا ما لقيتيش في الاولى كتلقاه في الثانيه، ولا ما لقيتيش في الثانيه بيزنس بعضياتهم هذا الشيء ديال انتاج ماشي تلفزيون، انتاج معلوم كمشاهد راه ملاحظ اللي كتشاهد ماشي اللي كيعرض، وحشومه يتعرض قدام الشاشه المغربيه. غنقول لك واحد السؤال بسيط غادي نقوله لك واللي بغى يسمعوا يسمعوا، كينوضوا لك حيحه في الرباط كيقول لك ما عطاوناش الدعم، ملي كتعطيهم الدعم ها انتم كتشوفوا السوق ديال الدروبه كتسمعوا في التلفزيون، سوق خاوي حشومه وعيب وعار. واحد المساله غنقولها لك، انا كنتفرج في الفكاهه حسن الفد حسين بن ياس عبد الخالق فهيد، هادو المتصورات المغربي كيحضروا المشاهد المغربي والبيوت المغربيه شي حاجه نقيه كتسمع الضحك، اما هذيك راه السوق ديال المزاله خاوين.
إذن مشاهدينا الكرام كما تابعنا في مواطن المغاربة أغلبيتهم مستائين من هذه الإيحاءات اللي يمكن كتخدش للحياة، خاصة أن إحنا في الشهر الفضيل ولازم أننا نحترموا في البرمجة أن هذه الشيوبات في رمضان. بعد كده بقى لي غنقول لكم حق نوصلت نهايتها كنضربكم وعد جديد في حلقة أخرى، تبقوا على خير.